مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، يسعدنا أن يكون معكم معلمكم الرياضي مجدي حطب من صالة 2 مجمع الصالات مدينة نصر. يسعدني أن أنقل إليكم مباراة دور قبل النهائي عمومي سيدات مصر، كأس مصر بين الأهلي متصدر الدوري العام وبين نادي الشمس في الترتيب العام في الدوري، هو الثالث في المجموعة بتاعته. لكن النهاردة المباراة لا تقبل قسم على 2، لازم يكون فايز ولازم يكون مهزوم، ولازم يوصل واحد بكره ان شاء الله للنهائي. مع بعضينا كده نبص للمباراه ونشوف يمثل النادي الاهلي النهارده. فادي شعبان 16 حراسه المرمى، هند اشرف رقم 12، امينه خالد رقم 1، ساره الخولي 19، نصر عيد 10، ياره خالد 3، دينا اشرف 8، نور احمد 99، دعاء حلمي 11، اسراء سيد 55، مي هشام 13، شيماء عماد 89، سارة شعبان 17، دينا خالد 95، ياسمين عبد الرحيم 98، ياسمين وحيد 88. ده اللعيبة بتاعة النادي الأهلي إن شاء الله اللي هيكون موجودين في الملعب، منهم 6 مع حارس المرمى. جهاز فني موجود، كابتن تحية حسني، كابتن بيسا مدير فني، كابتن ياسر صلاح مدرب عام، كابتن صلاح بهجت مدرب حارس مرمى، سميرة جمعة مخطط أحمال، كابتن سيد أمين مدير إداري، كابتن محمد فهم إداري، كابتن بعلوشة التأهيل البدني. أما نادي الشمس النهارده بيمثله حراسة المرمى حبيبة وليد حارس مرمى رقم 16، وتنسيم جمال رقم 12، ميار كمال رقم 1. مع بعضينا ننزل ملعب المباراة، وبدأنا المباراة سريعا كده، وعلى طول سارة شعبان بتحاول تعدي في النص اللي على طول نجمة الفريق نصر عيد، هتاخد من الخط الخلفي، تحاول نصر ليارة التصويبة الأولى والعارضة ورمية مرمى النادي الشمس. رمية مرمى النادي الشمس. يحكم لقاء النهارده حكمين، كابتن ناصر وكابتن بلتاجي. على طول نادي الشمس يبدأ يعدي نص الملعب على التنفيذ، على طول هنلاقي رقم 20 سارة متولي طلع على طول ناحية اليمين مستنية كده رقم 32 ملك شاهين، لكن ترجع تاني ناحية الشمال بتحاول تعدي رقم 9 في النص ياسمين رفعت، والملك شاهين اللي بتخش، لكن حارس المرمى برافو برافو حارس المرمى في حراسة المرمى اللي موجودة غادة شعبان. رمية مرمى النادي الأهلي، على طول تطلع غادة لنصر عيد اللي بتلعب على طول ناحية سارة شعبان لنصر في النص، صانعة ألعاب النادي الأهلي، هات وخد من الخط الخلفي نصرة لسارة، هات وخد من الخط الخلفي بتتحرك كويس قوي لنصرة اللي بتطلع على طول عند سارة شعبان لنصرة، هات وخد وفي زيادة عدي على الدايرة بتجري نصرة لسارة، ارتقاء عالي تصويبة لكن يا دوبك خارج الملعب ورمية مرمى. تلعب على طول حبيبة وليد حارس مرمى الشمس، طلع كرتها سريعة عند رقم 9 ياسمين رفعت، ياسمين تحاول تعدي ياسمين وتسقط على الدايره، لكن دفاع الاهلي ياخد، ترجع على طول لغاده تطلع سريعه وفاست بريك سريع، وهي والجون، هي والجون، هي والجون، وحارس المرمى والله كانت كوره مي شعبان، انفراد بحارس مرمى نادي الشمس، لكن الحارسه تشيل وتضيع هجمه مؤكده للنادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم الاهلي حامل اختام بطوله كاس مصر العام الماضي، وايضا متصدر الدوري حتى الان عموم السيدات، لكن كاس مصر لا يقبل القسم على 2. نتمناها ان شاء الله مباراه تستمتع بيها جميعا. يمكن اللقاء ده كان المفروض كابتن حسين توفيق يذيعه، لكن للاسف الشديد المرض شفاه الله وعافاه بنبعت له التحيه والتقدير. على طول الكره بتتلعب لنادي الشمس، تمريرات من الخط الخلفي، هات وخد، حاول تعدي نادي الشمس تاني اللي رفعت غادة رفعت تحاول تخش، لكن فاول فاول من بره، فاول من بره 9 متر. على طول تطلع ياسمين رفعت، ياسمين تطلع كرتها عند منى عبد الوهاب، هتطلع تاني عند ياسمين، ياسمين رفعت التصويبه لكن دفاع النادي الاهلي، ترجع تاني حمد ناصر بيقول فاول، رميه حره لنادي الشمس على التنفيذ، على طول تطلع الكوره سريعه جدا عند ملك شاهين، لكن ترجع تاني ناحيه الشمال، كابتن خالد خيري مدير فني، كابتن حاتم حسن مدرب، كابتن محمد راغب مدرب، دول الجهاز الفني نادي الشمس. كان تطلع كره تاني على طول سريعه من عبد الوهاب تصويبه، لكن دفاع الاهلي تيجي في الدفاع وتمنع رقم 17 من نادي الاهلي ساره شعبان، لكن ترجع تاني للشمس التمريرات السريعه، يحاول تعمل اختراق، اشاره اللعب السلبي بيرفعها كابتن حمدي ناصر،
وكابتن بلتاجي. يا ترى الشمس هتقدر تعمل ايه قدام دفاع الاهلي المتكتل اللي مش قادرين يخترقوه حتى الان. برافو والله، ده انت تصويبه من بره لملك شاهين اللي بتحاول تعدي لكن مقطوعه كده للاهلي، وبتحاول تاخد الكوره كويس قوي، استلمت تلعب الناحيه الثانيه ناحيه اليمين، حاول تعدي وفاول عكسي، فاول عكسي. اسراء سيد حاول تعمل اختراق لكن فاول عكسي، اتنقلت الهجمه لنادي الشمس. سريعه بتبدا من عند منه، هتسند على ملك ولا هتخش تكمل هي. فاول رمي حره من بره 9 امتار على طول على التمييز. رقم 7 من نادي الشمس سلمى شوقي تطلع كورتها ليه غدا رفعت ياسمين، تاني الكوره ترجع عند منه عبد الوهاب في صفاره من حكمي اللقاء بالترابيزه كده، هنشوف في ايه. يمكن زي ما قلت لحضراتكم موجود حتى الان حكام اللقاء زي ما قلت لحضراتكم كابتن ناصر وكابتن بلتاجي، لكن طبعا موجود على الترابيزه من حكام النهارده كابتن احمد جلال وكابتن شريف وحيد. نرجع للمباراه مره ثانيه، وتمريرات نادي الشمس من الخط الخلفي بتتحرك، كان ترجع عند رقم 9 ياسمين رفعت. ياسمين بتحاول تطلع من بره 9 متر وبتحاول تعديها على الدايره لكن بتحاول تعدي، لكن حارس المرمى برافو، حارس المرمى برافو. لسه الكره رميه مرمى وغاده حسام، غاده اتلعبت على طول عند نصر عيد سريعه. لسه كده الخط الخفي من النادي الاهلي، شفنا التصويبتين من بره عن طريق الساره اللي معها الكره دي، ارتقاء عالي بتسقط على الدايره كويس لكن على طول تلمها دينا، وفاول رمي حر من بره 9 متر اتلعب السريعه لنصره. تمريرات بالعرض هي اسمها الاساسي الهام، طب العقل هي اسم الشهره نصره، على طول بتعمل من بره 9 متر بتحاول تعدي نصره، عدت الاختراق لكن ترجع تاني النصرة والتصويبه وفاول رميه حره، رميه حره للنادي الاهلي على طول. الصفاره مع الكوره رميه حره للنادي الاهلي على التنفيس، نصره هتصوب ولا هتعمل ايه؟ التصويبه لكن خارج الملعب. يمكن والله 5 دقايق مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، واول اهداف اللقاء، اول اهداف اللقاء لنادي الشمس الدقيقه 5 واول اهداف اللقاء. اتنقلت هجمه على طول اهلاويه، يلا يا اولاد الاهلي في الملعب يحاول يعدي، ترجع ناحيه اليمين بتحاول تعدي تاني للشمال، حاول لكن الخط بيمنع، والهجمه مرتده لنادي الشمس، المرتده لنادي الشمس وملك شاهين لوحديها، وهدف تاني، هدف تاني ملك شاهين وهدف تاني. 2 شمس لا شيء الاهلي، جمهور كبير بيحضر اللقاء النهارده، مشاهدينا الكرام مشاهدي كره الاهلي في كل مكان. ننقل على الهواء حصري قبل نهائي الاهلي والشمس، على طول الكره بتتلعب، تمريرات من بره نصره، يلا يا نصره تصويب لكن حارس الشمس يشيلها، حارس الشمس والمرتده الثالثه والمرتده 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 وهدف ثالث، المرتده وهدف ثالث، 3 اهداف متتاليه على طول كده. كابتن ياسر صلاح بيطلب وقت مستقطع، الكلام مظبوط، الكلام لازم يتقال. الشمس عمل 3 هجمات مرتدات سريعات جابت بيها 3 اهداف، لكن هنا لازم كابتن ياسر يكلم لعيبته على الرجوع السريع عشان يمنع المرتدات لنادي الشمس. يا ترى كابتن ياسر هيقول لهم ايه في الوقت المستقطع اللي طلبه، ولا كابتن خالد خيري هيستغل الوقت المستقطع بتاعه كابتن ياسر ويكون هو ليه الكلمه. مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه الاهلي، انتهى الوقت المستقطع، ننزل ملعب المباراه ونتابع ونشوف ونشاهد ونوصف لحضراتكم لقاء الاهلي والشمس. 3 الشمس لا شيء الاهلي، الدقيقة 6 و32 ثانية، هجمة اهلاوية، الهجمة اهلاوية، نصرة على طول بتلعب ناحية اليمين لدعاء حلمي، لنصرة الثاني في الشمال عند السارة، في الجناح عند رقم 13 باي هشام، وفي 4 خطوات اتنقلت هجمه نادي الشمس، والسريعه ثالثه والسريعه برضه سريعه، والمرتده والمرتدات. والله كابتن خالد خيري
بيلعب على المرتدات السريعه. لازم كابتن ياسر ياخد باله من النقطه دي. لكن هجمه اهلاويه تعدي نص الملعب نصره. حاول بقى كابتن ياسر هنا يعمل تغييرات في هجومه. بدا يدفع بشيماء على الدايره رقم 98 وعلى طول نصره. تمريرات تاني بتحاول تعدي وارتقاء واختراق حلو والله من ياسمين عبد الرحيم. تعمل اختراق ياسمين لكن تاخد بقى ورميه حره. تاني النصره على التنفيذ. تعدي نصره تكمل نصره. ايه يا ولد رميه جزائيه رميه جزائيه. مصر عدت كويس قوي واول رميه جزائيه في اللقاء. اول رميه جزائيه في اللقاء. انا شايف رايح لها مي الشام. يا ترى يا مي هتكون ليك الغلبه ولا حبيبه وليد حارس مرمى نادي الشمس. مي وحبيبه وتسجل وتسجل مي اول اهداف النادي الاهلي. وتسجل مي اول اهداف النادي الاهلي. واحد الاهلي ثلاثة الشمس. والهجمه الثانيه سريعه للشمس. اختراق طولي وتصويبه ورميه جزائيه. كابتن حمدي نصر مساور رميه جزائيه لنادي الشمس وانذار للنادي الاهلي. رميه جزائيه لسه مش شايف مين اللي رايح. والله رايحه رقم 33 من نادي الشمس فيروز. وبتسجل وبتسجل الهدف. شوشو الوزير والله اللي كانت رايحه. بتسجل الهدف الرابع. تاني الاهلي يبدا عن طريق الاختراقات من النص. وهدف جميل هدف جميل جميل جميل. اختراق حلو من ياسمين بتسجل بيه الهدف التاني. اثنين الاهلي اربعه الشمس. اختراقات كويسه والله من ياسمين. لسه بدري قوي في المباراه. نلعب في الدقيقه التاسعه. مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان حصري مش هتلاقي المباراه على اي قناه ثانيه. انفراد تام للنادي الاهلي. على طول الكره بتتلعب للشمس. تمريرات بعرض الملعب. هات وخد سريعه لملك شاهين. توصل على طول عند منى عبد الوهاب. تسند كده في النص عند ياسمين رفعت. لسه ملك تصويبه من ملك لكن المدفع الاهلي. تحاول تستخلصها كده لكن تقطعها تاني الشمس وتلعب سريعه ليه منى عبد الوهاب اللي بتحاول تخش تعمل اختراق لكن الدفاع الاهلي يمنع. تبقى رميه حره لنادي الشمس. اتلعبت من بره. تحاول تعمل اختراق وتعدي لكن فاول عكسي. تبقى الهجمه المرتده للنادي الاهلي. وياسمين تصويبه كده او تمريره بدون عنوان ترجع لملك فاست بريك. تخش ملك وتسجل. تخش ملك شاهين وتسجل من الجناح الهدف الخامس. يعني كانت تمريره كده بدون عنوان والله. قدر يقطعها دفاع نادي الشمس. لكن لسه المباراه في الملعب. لسه بدري قوي. على طول الكره بتتلعب عند 89 قلنا على حضراتكم. شيماء صنعت العاب النادي الاهلي وبدات كده تخش نصره ناحيه الباك الشمال. لسه التمريرات في اربع خطوات تحسب الكوره لنادي الشمس. تلعب السريع هات وخد من ناحيه. اليمين تاني على الدايره كان مقطوعه والله. وثلاثه وانفراد ثلاثه وانفراد. يلا يلا يا اولاد يلا يا اولاد. وتسجل وتسجل نصره وتسجل نصره عيد الهدف الثالث. انفراد تام ثلاث لعيبه بتطق نصر عيد وتكمل وتسجل هدف ولا اروع ولا اجمل من كده. الهدف الثالث للنادي الاهلي. ثلاثه الاهلي خمسه الشمس. خمسه نادي الشمس ثلاثه النادي الاهلي. دور قبل النهائي كاس مصر عموم السيدات. هجمه النادي الشمس. تمريرات بالعرض. هات وخد ياسمين رفعت. ياسمين هتسند عند منه. هات وخد لياسمين. تمريرات لسه بعرض الملعب. لسه بقى بتعمل زياده عديه على الدايره لكن ترجع تاني عند ياسمين. تستلم تحاول تسقط عند ملك شاهين لكن مقطوعه من دفاع الاهلي. والمرتده السريعه لو استلمت بقت هي والجون لكن تطول عليها. لو استلمت كانت هي والجون لكن تبقى رميه مرمى لنادي الشمس. اتلعبت على كروس سريع عدت نص ملعب النادي الاهلي. ملك شاهين يسلم على طول عند منه. تحاول تلعب ناحيه الشمال ترجع تاني ليه رقم 15 منه عبد الوهاب. تاخد فاول منه ناحيه الباك اليمين. فاول لمنه
على طول لعبة الكورة توصل عند صانع ألعاب الشمس ياسمين رفعت. ياسمين لمنة، هات وخد مع ياسمين، تغير الملعب الناحية التانية ناحية الشمال، ترجع تاني ياسمين في اليمين، هتعمل زيادة عددية على الدايرة 4-2 لسه تاني. هتعمل اختراق ولا هتعمل ايه؟ ياسمين بتحاول تعمل اختراق لملك، تخش ملك ورامية مرمى، تخش ملك شاهين ورامية مرمى النادي الأهلي. اتلعبت على طول سريعة، تستلم سريع جدا شيماء، تحاول تعمل اختراق وتسجل شيماء، وتسجل شيماء، برافو برافو برافو، اختراق سريع جدا من شيماء وتخش وتسجل هدف رابع عشان يبدا السكور يقل، يبقى 4 النادي الاهلي، 5 النادي الشمس. على طول لسه ملك شاهين تطلع كورتها، تمريرات بعرض الملعب على مهلها خالص، ياسمين رفعت، ياسمين تنقل الكوره لمنه، ياسمين هات وخد، تستلم تاني لياسمين لمنه، هتطلع ليه ملك لكن مقطوعه من دفاع الاهلي، لو بصت كده بقت هي والجول وثلاثه وانفراد انفراد انفراد وهدف، هدف جميل. قلت لحضراتكم لو بصت كده هتلاقي ساره الخولي مستنياها تاخد منها الكوره عشان تبقى 5-5، ومعاها كابتن خالد خيري يطلب وقت مستقطع عشان يكلم فرقته بعد ما كان فايز بفارق سكور 3 اهداف. الاهلي قدر ان هو يتعادل في الدقيقه 13 من زمن الشوط الاول 5-5، عشان كده كابتن خالد خيري بدا يطلب التايم اوت بتاعه وقت المستقطع يتكلم مع فرقته، يا ترى بقى يرجع تاني للاسلوب الاول خالص اللي كان بادئ بيه اللي هو الفاست بريك، ولا هيكون عنده راي حل تاني؟ مع بعضينا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه الاهلي ننتهي الوقت المستقطع، ننزل ملعب المباراه نشاهد ونشوف ايه اللي هيحصل، كابتن خالد خيري ولا كابتن ياسر صلاح؟ ده اللي هنشوف في الملعب باقدام او بايادي لاعبي النادي الاهلي ونادي الشمس. انتهى الوقت المستقطع، الهجمه مع نادي الشمس لسه ما بداناش، يمكن كابتن تامر فكري كده موجود رئيس لجنه الحكام يقعد الزياده على الترابيزه، وبدانا المباراه مره ثانيه والهجمه لنادي الشمس على طول، التمريرات بعرض الملعب توصل لمنة مقطوعه كده، لكن فعلا مقطوعه وخرجت بره، مظبوط الكلام، تبقى رمية جانب للنادي الاهلي. اتلعبت لنصرة على مالها خالص، نصرة توصل الكورة عند ياسمين ليه شيماء، فاول عكس تبقى الهجمة النادي الشمس. اتلعبت الكورة على طول، يحاول الشمس يسرع المباراة شوية، بيلاعب طبعا اول جمهورية او بطل الدوري حتى الان، لسه الكرة بتحاول تسقط على الدايرة لكن مقطوعة كده من دفاع الاهلي، فاول ورمية حرة للشمس. زي ما قلت لحضراتكم الاهلي هو حتى الان متصدر بطولة الدوري للسيدات، لكن بطولة الكاس النهاردة هو بيلعب دور قبل النهائي. تاني الهجمة مع نادي الشمس اللي بيحاول يعد، كان مقطوعة فاول وانذار ليه لعيبة النادي الاهلي. لسه الهجمة مع ياسمين رفعت، ياسمين تغيير في المراكز عند سارة متولي، ياسمين تاني لسارة، تطلع من على الدايرة تستلم وتغيير في المراكز زي ما قلت لحضراتكم، توصل تاني لياسمين، توصل لملك في الجناح وتخش ملك وتسجل، وتخش ملك شاهين من الجناح وتسجل هدف ساكت. هجمة أهلاوية على طول، اتلعبت الكورة خدها نصرة، خش نصرة وتسجل، وتخش نصرة وتسجل على طول 6-6، ماشيين جون بجون، واضح ان المباراة محدش هيقدر يحسمها غير في قارة النهاية. مين بكرة يقابل الكسبان من لقاء الطيران وسبورتنج على النهائي؟ لسه الكورة في الملعب على طول، الشمس يحاول يعدي، تمريرات بعرض الملعب تصويبه لكن في العارضه، يلمها دفاع الاهلي تبقى المرتده، لو بصت هي والجون، هي والجون، هي والجون، وتسجل، وتسجل ساره الخولي، وتسجل ساره الخولي، اول تقدم للنادي الاهلي، اول تقدم للنادي الاهلي، 7 الاهلي، 6
الشمس سبحان مغير الاحوال، بيغير حال من حال. وقع لعيبه نادي الشمس، ان شاء الله تكون سليمه وتقوم تكمل زي ما قلت لحضراتكم. بكره ان شاء الله النهائي باذن الله الساعه 5:30، الفائز من هذا اللقاء هيقابل الفائز من الطيران وسبورتنج المباراه اللي بعد دي مباشره. ولعيبه نادي الشمس خرجت، ان شاء الله تكون سليمه ملك شاهين. وعلى طول والله جهاز النادي الاهلي لو جبنا الكاميرا كده عليها هو اللي بيتابع حالتها. زي ما قلت لحضراتكم الكل ابنائنا، الكل بناتنا طبعا، الكل متساويين. يمكن كابتن بيسا هي اللي بتعالج حتى الان ملك شاهين رئيس جهاز النادي الاهلي. والهجمه مع نادي الشمس، الكره اتلعبت، تمريرات بعرض الملعب، نزلت كده رقم 5 فيروز حاتم في الجناح. اول كره لفيروز ترجع على طول لايه؟ من عبد الوهاب، من هات وخد، تحاول تعدي لكن ترجع تاني الكوره عند ياسمين لمنه لفيروز، تحاول تعدي منه ترجع تاني لفيروز، لكن فاول ورميه حره، فاول ورميه حره اتلعبت على طول نادي الشمس. 4-2 على الدايره، بتعمل زياده عدديه نادي الشمس، بيعمل تحجيز لكن لسه بتحاول تعدي، دفاع الاهلي بيمنع، تحاول تحجز لحد يخش لكن ترجع تاني الكوره مع نادي الشمس. طلع ساره متولي لمنه اللي بتحاول تعدي، لكن في فاول تاني مع اشاره اللعب السلبي من حكماء اللقاء كابتن حمدي ناصر و كابتن ايه البلتاجي. اتلعبت الكوره للنادي الاهلي على طول، ناصره سريعه بتحاول تعدي ساره، ياسمين اختراق، فاول، فاول للنادي الاهلي. ياسمين كده كانت بتحاول تعمل اختراق، كانت ترجع الكره تاني عند شيماء لناصره، لشيماء تاني، وتسليم متسلم من بره التسعة، توصل عند نصرة، الجناح قاطع لكن ترجع الكورة بزيادة عددية وتصويبة، لكن حارس المرمى لنادي الشمس حبيبة وليد تمنع. تبقى الهجمة لنادي الشمس، هجمة نادي الشمس، اللاعب السريعة تحاول تسقط على الدايرة لكن تاخدها دفاع الأهلي، تلمها دفاع الأهلي وتاخدها ربيعة مرمى، اتلعبت على طول لنصرة، فاست بريك سريعة تحاول تعدي لكن في فاول، فاول من بره التسعة، ترجع الكورة على طول عند مي، سريعة عند شيماء، تمريرات لسه بالعرض، استلمت شيماء، تنزل في الجناح دعاء حلمي في الباك اليمين، دعاء، دعاء لشيماء هتاخد مع نصرة، تحاول تتصوب وتسجل، وتسجل نصرة، وتسجل نصرة الهدف الثامن عشان يزيد الفارق للنادي الاهلي الهدفين، 8 الاهلي 6 الشمس. لسه الشمس بيحاول يلحق بقى بتقدم النادي الاهلي اللي بدا من ساعه ما اتعادل، بدا الاهلي يعدي ويركب المباراه، كان تاني الكره لسه مع نادي الشمس، بتحاول تعمل اختراق، تاخد فاول من بره 9 متر. بدا كابتن خالد خيري يغير في اوراقه الهجوميه، لسه الهجمه تاني مع الشمس، بدا الاهلي يلعب دفاع متقدم، مقطوعه من دفاع الاهلي، لمها على طول نصره بتلعب فاست بريك، لو استلمت بقت هي والجون، وتسجل وتسجل، برافو 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 نصره، وبرافو ساره، ساره الخولي بتاخد كوره نصره وتخش وتسجل بالهدف التاسع للنادي الاهلي، 9 الاهلي 6 الشمس. هجمه النادي الشمس زي ما حضراتكم سامعين كده الهتافات لجمهور الاهلي المتواجد داخل صاله 2 مجمع الصالات مدينه نصر، لقاء حصري من إيلو عن طريق قناه الاهلي، وتقاطع حلو والله، واختراق جميل من منه عبد الوهاب بتسجل الهدف السابع، 7 الشمس 9 الاهلي. تاني الاهلي بتحاول تخش ساره لكن تاخد فاول ساره، زي ما قلت لحضراتكم لقاء حصري من إيلو
قناه الاهلي لعشاها. لسه الكوره مع دعاء حلمي على طول لنصره، تحاول تعمل اختراق وتسجل وتشوط، لكن تيجي في العارضه تبقى رامي الجانب الثاني للنادي الاهلي. اتلعبت لدعاء، تحاول تعدي وتعدي دعاء بمروحه حلوه حلوه حلوه، بتعدي دعاء بمروحه وتخش وتسجل الهدف العاشر للنادي الاهلي. 10 الاهلي، 7 نادي الشمس. بدأ الاهلي يلعب دفاع متقدم 5-1، وعلى طول بتخش تعمل اختراق لعيبه نادي الشمس وتخش وتسجل. شوشو الوزيري، طبعا الاسماء كاتبها لنا كابتن محمد رغب المدير الفني او مدرب نادي الشمس، هو اللي كاتب لنا الاسماء وقال لي قول دي شوشو الوزيري ما تقولش شيماء صبري. والهجمه على طول لنادي الاهلي توصل عند نصره، على طول هات وخد من الخط الخلفي باربعه اتنين. الاهلي بيلعب على الدايره ونصره بتشوط شيرة حارس المرمى حبيبه، والمرتده تاني لنادي الشمس اللي قدر حتى الان من مرتداته يقلل الفارق ل 9-10 عن طريق ساره متولي. تاني الاهلي اختراق وتشوط شيرة حارس المرمى، مرتدات الشمس بتقدر منها ان هي تسجل. تاني الهجمه لنادي الشمس، تقف على كرتها وتستنى، تبدا الهجوم المنظم لنادي الشمس. شوشو الوزيري على طول تطلع عند 15 منة عبد الوهاب، منة وقامت هي سليمه الحمد لله، طمن عليها كلنا. ملك شاهين لعيبه منتخب مصر، ملك الهجمه مع نادي الشمس. لسه شوشو الوزيري طلع عند منة، هتاخد لشوشو توصل عند ساره متولي لشوشو الوزيري، تعمل اختراق لكن يلمها دفاع الاهلي، وهي وجون هي وجون هي وجون، وتسجل وتسجل رقم 13 مي هشام. مي هشام بتعمل تمريره طوليه، بتعمل دريبل بطول الملعب وتخش وتسجل هدف ال 11 للاهلي، عشان يبقى الفارق هدفين تاني 9-11. هجمة شمس، نزلت ملك شاهين، تاني الكرة لسه مع نادي الشمس، تحاول تعمل اختراق لكن دفاع الاهلي بيمنع. تاني الكرة توصل لملك، ليه منة عبد الوهاب، منة سقط لملك في الجناح، بتخش ملك وتسجل، بتخش ملك من الجناح وتسجل هدف العاشر. 10 الشمس، 9-11 الاهلي. نلعب في الدقيقه 23 من زمن الشوط الاول، دور قبل النهائي لكاس مصر عموم سيدات. لسه الهجمه اهلاويه، بدا الشمس يطلع مان مع شيماء عماد، وعلى طول بتعدي حلو قوي رقم 13 مي هشام، وتخش وتسجل الهدف ال 12. خش مي هشام وتسجل هدف ال 12 للنادي الاهلي عشان يرجع السكور تاني فرق 2. هجمه لنادي الشمس على مهلها، تمريرات بعرض الملعب، تعليمات خدتها ملك شاهين للكابتن خالد خير مدير فني نادي الشمس. تاني الكره لسه، هات وخد مع ملك، تحاول توصل ليه منة عبد الوهاب تسلمها، منة تاني ليه ساره متولي، لكن مقطوعه من دفاع الاهلي وفاول، رمية حرة من بره 9 امتار. على طول الكره اتلعبت تاني، تحاول تعدي، تحاول تعمل لعب من العاب الهوا، لكن تلمها على طول منة عبد الوهاب لفاول للشمس. على طول الكرة لسه مع منة، تحاول تعمل اختراق لكن ترجع تاني بتصويبة من بره ليه سارة متولي، بتسجل بقى الهدف 11. 11-12 هجمة اهلاوية
على طول تلعب ياسمين ليه رقم 88 اول ظهور ليها. ياسمين وحيد تحاول تعدي، حلوه قوي قوي قوي، عدت وعملت اختراق جميل 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 ياسمين وحيد، وبتسجل الهدف ال 13 13 11 النادي الاهلي 13 11. هجمة شمسوية، تمريرات بعرض الملعب توصل عند ملك شاهين، ملك طلع كرتها لمنة عبد الوهاب، تمريرات بعرض الملعب هات وخد ليه لعيبة نادي الشمس، وتصويبة كده تاني مرة لازم الكابتن ياسر ياخد باله، تصويبة تاني مرة من بره التسع أمتار عن طريق سارة متولي بيسجل هدف ال 12، لازم كابتن ياسر ياخد باله منها. كانت كورة مع النادي الأهلي، تحاول تعدي واختراق جميل في صبارة، فاول رمية حرة من بره التسع أمتار، رمية حرة من بره التسع أمتار، على طول الكرة اتلعبت ياسمين وحيد، اختراق طولي ورمية جزائية، رمية جزائية وديتين على رقم 20 سارة متولي اللي عملت تصويبتين ولا أروع ولا أجمل من كده، لكن كده خدت دقيقتين كده كابتن ياسر اعتقد هيستريح شويه منها من تصويبتها. 13 12 في تغيير حارس المرمى، هتنزل ميار كمال، ترى ميار هتقدر تشيلي تصويبه المواجهه مع مي هشام، مي هشام هتسجل مي، وتسجل مي الهدف ال 14 للنادي الاهلي، عشان يبقى السكور 14 الاهلي 12 الشمس. ترى بقى هنا كابتن ياسر يقدر يستغل نقص العددي لنادي الشمس ويزيد من اهدافه ولا الملعب هيقول ايه؟ نتابع مع بعضينا. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، لقاء الاهلي والشمس دور قبل النهائي كاس مصر عموم السيدات حصري من خلال شاشتكم شاشه قناه الاهلي، والهجمه لسه مع نادي الشمس، تمريرات بالعرض، بدا الاهلي يلعب دفاع 5-1 وشرط اللعب السلبي، توصل عند ملك تحاول تعمل كده دخول من ناحيه الشمال لكن ترجع تاني مع شرط اللعب السلبي لسه لملك، تصويبه من بره تلمها حارس المرمى وتتنقل الهجمه اهلاويه، واتنين على اتنين تحاول تعدي وتصوب لكن تيجي في دفاع، تيجي في دفاع الشمس، تبقى رامي الجانب وصفاره من كابتن حمد ناصر، جت كده الكوره في وش لعيبه نادي الشمس، لكن في نفس التوقيت هي واخده دقيقتين، يبقى كده في نقص عددي زياده على نادي الشمس. ترى كده كابتن ياسر هيعمل ايه؟ يلعب 4-6 قدام 4، يقدر يزود اهدافه، نلعب في الدقيقة بداية الدقيقة 27، لسه الملعب واقف، واعتقد ان هي كانت رمية الجانب ولا اتحسبت رمية حرة من بره التسع امتار، عشان كده خدت دقيقتين لعيبة نادي الشمس، وتاني التمريرات الملعب اتفتح ومساحات كبيرة وبتخش لكن بتيجي في العارضة، دفاع دماغ دفاع الشمس، تبقى رمية الجانب للنادي الاهلي، رمية الجانب للاهلي، على طول بتلعب مي هشام، ترجع ياسمين بتحاول تعمل على الدايره، ورميه مرمى ياسمين بتدوس على الخط تبقى فاول، ورميه مرمى النادي الشمس لعبت على طول، لسه الشمس هيبقى 5 بعد 14 ثانيه، كان لسه الاهلي واقف بره ورا خالص معرفش ليه، 4 قدام 6 بدا اهو طلع على منة عبد الوهاب، انا شايف الخطيره هي ملك، تاني الكره بتلعب نادي الشمس، تمريرات كده من بره التسع امتار، لسه التمريرات هتاخد من الخط الخلفي، حاول يقطع دفاع الاهلي لكن ترجع تاني لمنة في صفاره وفاول، منة عبد الوهاب كانت عامله اختراق لنادي الشمس، لسه الملعب فاول لنادي الشمس، منه
بالسارة بتقلل منه، هات وخد، بتحاول تقطع كده دفاع الاهلي، كان في فاول واشاره اللعب السلبي ما زالت مرفوعه. تاني لسه الشمس بتحاول تخش من ناحيه الشمال وتسجل، وتسجل والله، وتخش وتسجل هدف 13. لسه هجمه اهلاويه كانت على طول سريعه، اسراء سعيد توصل عند ياسمين وحيد، هات وخد، تمريرات من بره التسع امتار لسه، بتحاول اسراء وعلى الدايره بتخش وتخترق كويس قوي، اسراء سيد وتاخد كوره جميله بتخش وتخلص بيها الهدف ال 15، 15 الاهلي 13. الشمس لسه الهجم مع نادي الشمس، واللي اكتمل كده نادي الشمس بالكامل، بدا يدفع لحبيبه 2-6، بدا يدفع بربط 4-2 على الدايره، كابتن خالد خيري بيلعب 4-2 على الدايره دلوقتي، لكن مقطوعه من دفاع الاهلي واتلعبت كده سريعه، ترجع تاني الكوره لسه مع الاهلي، بتوصل عند اسراء، اسراء تحاول تعدي شيماء وياسمين، ترجع تاني لاسراء لياسمين، بتحاول تعدي وتخش تاخد فاول، فاول رميه حره هتقول ليه ناصر عيد اللي بتشوط خارج الملعب رايمه مرمى. ومعاها مشاهدينا الكرام بينتهي الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي 15-13، الى ان القاكم في الشوط الثاني، لكم ومعلقكم الرياضي مجدي حطب قطب الثمانيات، وسريعا الى استديو النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، مره ثانيه من صاله الوسطى مجمع الصلاق مدينه نصر، يسعدنا ان اكون معكم معلقكم الرياضي مجدي حطب، ودور قبل النهائي، لقاء يجمع بين النادي الاهلي ونادي الشمس، عمومي كاس مصر للسيدات، انتهى الشوط الاول بتقدم اهلاوي 15-13، الشوط الثاني يبدأ بعد لحظات مشاهدينا الكرام، المباراة لا تقبل القسم على اثنين، زي ما قلت لحضراتكم يمكن اللي ما تابعناش في الشوط الأول، المباراة حصرية على النادي الأهلي، قناة النادي الأهلي بتنفرد بالمباراة تماما، لن تجدها على أي قناة تانية، عشان كده بنقول لحضراتكم حصرية من خلال قناة الأهلي، لقاء قبل النهائي، الأهلي والشمس كأس مصر عموم السيدات دور قبل النهائي، انت شوط اول زي ما قلت لحضراتكم 15-13، مع بعضينا ننزل ملعب المباراه ونتابع الشوط الثاني. جمهور كبير من مشاهدي النادي الاهلي موجودين النهارده داخل مجمع الصلاه، على امل الفوز والتتويج والذهاب لنهائي الكاس باكر ان شاء الله. بدايه مع نادي الشمس، على طول صانعه الالعاب رقم 9 ياسمين رفعت، طلع كره عند ساره متولي، ساره بتغير عند ياسمين، توصل عند منة، هات وخد لياسمين، حاول تاني منة، هات وخد، منة عند ساره في الباك اليمين، ترجع تاني ليه منة في اليمين في النص في الشمال عند ساره، جري من غير كوره وتغيير في المراكز، وتحاول تعدي رقم 20 ساره، تاخد فاول في دقيقتين على لعيبه النادي الاهلي 98 ياسمين عبد الرحيم، اول نقص عددي للنادي الاهلي، على طول الكره بتتلعب، توصل عند ساره متولي، اثنين ناحيه اليمين، لكن في فاول تاني في دقيقتين
ليه؟ لعيبه النادي الاهلي رقم 9. انا شايف ولا 19 ساره الخولي، 19 ساره كده، في 2 ناقصين من النادي الاهلي. نفس الموقف تكرر بالنسبه لنادي الشمس في الشوط الاول، والهجمه اهلاويه 4 قدام 6. على مهله بقى كابتن ياسر يبدأ يلعب الكام دقيقه دي، الدقيقتين خلال نقص العددي، استهلاك للوقت. ادي التمريرات بعرض الملعب، يبدأ ينزل لحد بيجري في الملعب، هيكون نزل رقم 8، رقم 89 لعيبه شيماء عماد. تاني الكره بتتلعب، قلت لحضراتكم شيماء هي بتمتاز بالاختراقات والسرعه، عشان كده نزلها كابتن ياسر. ادي شيماء طلع كورتها عند اسراء، شيماء تاني بتعمل اختراق ولا ايه، لكن بترجع تاني لشيماء، تاني بتحاول تعدي شيماء وتعمل اختراقات بتاعتها زي ما قلت لحضراتكم. مهاريا شيماء عاليه، تاني الكره بتوصل للجناح دعاء حلمي، لكن بتاخد فيها دعاء، ترجع تاني ليه ياسمين لشيماء اللي بتحاول تعدي، وتصويبه ولا اروع ولا اجمل من كده، تصويبه ولا اروع ولا اجمل من كده. وخلال نقص العدد الاهلي بيسجل هدف 16 16 13، وعلى طول بترد ساره متولي، لكن تيجي في العارضه ويلمها دفاع الاهلي على ماله خالص، تاني للكوره شيماء اللي معاها الكرة قدام حضراتكم دي، قلت لحضراتكم مهاريا عالية جدا، سجلت ويه هدف ولا أروع ولا أجمل. تاني الكرة بتتنقل عند دعاء حلمي اللي بتاخد فاول، دعاء فاول للنادي الأهلي، بدأ الأهلي يبقى 5، لسه ما نزلش، بدأ الأهلي يبقى 5 واكتمل النادي الأهلي. تاني اسراء بتحاول تعمل اختراق، لكن تاخد فيها والاسراء على طول تطلع الكوره عند شيماء عادي لشيماء اللي بتخش تعمل اختراق، تاخد فيها والشيماء، قلت لحضراتكم هي مهاريا عاليه جدا بتعمل اختراقات كويسه. تاني التمريرات من بره، والتصويبه ولا اروع ولا اجمل، لكن شيلها حارس المرمى، اتلعبت على طول نادي الشمس، عدت نص الملعب، بدا الاهلي يلعب دفاع متقدم، ياخد فاول الشمس، على طول الكره بتتلعب عند في الجناح ملك شاهين، تاخد فاول ملك في دقيقتين على لاعب النادي الاهلي، وكده رميه جزائيه، رمي السبع امتار ودقيقتين، تنزل رقم 1 ميار كمال حارس مرمى الاهلي، المواجهه مع رقم 33 من الشمس شوشو، وسجل شوشو الهدف، شوشو الوزيري بيسجل هدف ال 14، هجمه اهلاويه، تمريرات بعرض الملعب توصل لشيماء لاسراء، اسراء هتعمل اختراق ولا ايه؟ لما عليها كده دفاع الشمس، تاخد فيها والاسراء تطلع من على الدايره تلعب، ترجع الكوره عند دعاء حلمي، تاني لاسراء ودعاء، تحاول تعمل سلسله من الخط الخلفي، جاري من جوه الكوره واستلام كويس قوي، تستلم دعاء من ورا وترجع تاني ليه رقم 88 من الاهلي ياسمين جمال، ترجع تاني لدعاء، التصويبه الحلوه، التصويبه الحلوه، دعاء حلمي بتخش وتسجل هدف ولا اروع ولا اجمل من تصويبه قويه جدا، الهدف 17 للاهلي. ترجع الكره شمساويه على طول، تحاول تخترق شيماء الوزير او شوشو، لكن ترجع تاني الكره لسه ليه رقم 9 ياسمين لملك، لياسمين تاني في النص، تعمل اختراق وتسقط على الدايره، تاخد رميه جزائيه رقم
رقم 7 من نادي الشمس سالم شوقي. رمية جزائية هتطلع كده تغيير حارس المرمى النادي الاهلي. غير على طول بتنزل النبادي رقم 12 تنسيم جمال، والله رقم 12 هند اشرف. هند بتغير وشوشو الوزيري تصويبه وتسجل شوشو الهدف ال 15 والهجمه اهلاويه. على طول الكره بتتلعب. اسراء سيد، اسراء تعمل اختراق، اسراء وتكمل وتسجل، اسراء بتكمل وتخش وتسجل الهدف ال 18 18 15. نلعب في الدقيقه السابعه من زمن الشوط الثاني. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الاهلي الفضائيه في كل مكان، لقاء حصري دور قبل النهائي عموم سيدات كاس مصر اهلي وشمس. على طول الكره بتتلعب لشمال وزيري لشوشو، ترجع على طول عند رقم 9 ياسمين رفعت، مقطوعه من دفاع الاهلي لكن تلمها تاني شوشو الوزيري، وتاني بتحاول تعمل تمريره عكسيه عند رقم 9 ياسمين رفعت لكن تاخد فاول. تاني ياسمين لشوشو، هات وخد من الخط الخلفي عند منى عبد الوهاب، هتسند عند ملك تدي الملك لكن تاخد فاول ملك شاهين. تاني الهجمه نادي الشمس لسه تمريرات بالعرض، تعمل اختراق ولا تعمل ايه شوشو لكن مقطوعه من دفاع الاهلي توصل لملك، حاول ملك تعمل اختراق تاني. حلوه جمله جميله جميله جميله، ملك عملت اختراق كويس قوي ووصلت الكرة عند ياسمين اللي قدرت انها تسجل الهدف 16 لنادي الشمس. والهجمه اهلاويه مقطوعه على طول من الشمس، ثم الهجمه للشمس السريعه عدت نص الملعب على طول توصل عند ياسمين تاني في الجناح، ورميه جزائيه ايمان محمد بتخش، ايمان بتخش ورميه جزائيه على النادي الاهلي ومعاها دقيقتين على ساره الخولي. وحراسه المرمى دلوقتي موجوده غاده، المواجهه مع رقم 9 من الشمس ياسمين رفعت. ياسمين وغاده وفي العارضه تلمها تاني ياسمين وتلعبها لكن غاده تشيلها، وفاول لنادي الشمس، فاول لنادي الشمس لسه. على طول اتلعبت عند ياسمين توصل لساره متولي، ساره لياسمين توصل عند ملك في الجناح، خش ملك وتسجل، خش ملك وتسجل. لازم الكابتن ياسر بقى ياخد باله، الفرق بدا يقل هدف واحد، وطلع الشوط الاول فرق هدفين. هجمه النادي الاهلي، اتلعبت الكوره توصل عند دعاء حلمي، لسه التمريرات من بره لشيماء عماد، توصل الكره عند ياسمين عبد الرحيم تاني، حاول تعمل اختراق لكن في فاول وديتين على لعيبه نادي الشمس رقم 7 سالم شوقي، ديتين على سالمة، وتصويبه من لعيبه النادي الاهلي لكن حارس المرمى تشيلها. لعبت الكوره رمي الجانب للشمس، عدت نص الملعب، طلع كوره سريعه جدا تاني لرقم 20 ساره متولي، ساره لرقم 9 ياسمين رفعت اللي بتحاول تعمل اختراق، ترجع تسند على منك في اليمين تاني، هات وخد مع ساره ياسمين لمنه مستنيه تاخد والله منها على طول ملك شاهين، دي ساره تاني اللي بتحاول تعدي وتشوط لكن فاول ورميه حره ولا ايه؟ لا والله اتحسبت رمي الجانب، الاشاره رمي الجانب لكن ملعوبه، هي رميه حره، رميه حره للشمس. اتلعبت من بره التسعه، ساره متولي على طول في النص ياسمين، وجري من غير كوره تقطع الخط الخلفي، تصويبه حلوه حلوه حلوه
الهدف ال 18 عشان يتعادل الشمس مع الاهلي 18-18 كده. الشوط الثاني الشمس مسجل زياده هدفين، وعلى طول جمهور الاهلي العب يا اهلي العب يا اهلي، نداءات من جمهور الاهلي، وعلى طول كابتن ياسر يطلب تايم اوت وقت مستقطع. هيشوف بقى هنا الخلل اللي عنده ايه، ازاي قدر نادي الشمس ان هو بعد ما كان الاهلي فايز وبايد الشوط الثاني بزياده هدفين، قدر نادي الشمس ان هو يتعادل مع الدقيقه العاشره. كلم لعيبته كابتن ياسر كده، هيكلمهم بقى اذا كان هيلعب على 4-2 او في تصويبات من بره هتتم. نشوف ونتابع، نوصف لحضراتكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. انتهى الوقت المستقطع اللي طلبه كابتن ياسر مدرب عام نادي الاهلي، ننزل لملعب المباراه ونشوف ونتابع ونوصف التعادل 18-18 دور قبل النهائي لعموم سيدات كاس مصر. هجمه اهلاويه على طول، تمريرات من بره 9 امتار، هات وخد، توصل عند دعاء حلمي المشهوره بتصويباتها. وهنا في اختراقات عند ياسمين، يرجع تاني الكوره من بره، تمريرات وتصويبه من دقيقتين على لعيبه نادي الشمس، دقيقتين على رقم 10 من نادي الشمس ايمان محمد. هل يستغل النادي الاهلي نقص العدد؟ تاني شماء بتحاول تعمل اختراق وتسجل برافو. والله دي ياسمين، هي اللي مسجله، بتخش وتسجل هدف 19. في انذار على الكابتن خالد خيري مدير فني نادي الشمس. كابتن تامر فكري رئيس لجنه الحكام موجود على الترابيزه، وكده الشمس بيلعب 5-6 من الاهلي، وعلى طول الكره مع نادي الشمس. تمريرات بعرض الملعب، وادي الجمهور على طول بيصفر، عايز الهجمه تنتهي. توصل عند ملك شاهين، ملعوبه الكوره، تمريرات كويسه من بره عن طريق ساره متولي، ترجع تاني لمنه عبد الوهاب وشوشو الوزيري لملك. والله دي منه عبد الوهاب، توصل لساره، تمرير بعرض الملعب توصل لياسمين، واستغلال لنقص العدد واشاره اللعب السلبي من حكمي اللقاء. توصل الكره تاني في الجناح، وبتحاول كده تصوب وتسجل ياسمين رفعت الهدف ال 19 19-19 وعلى طول الجمهور في الصالة يلعب يا أهلي. تاني الهجمة أهلاوية بتوصل عند دعاء حلمي، دعاء هات وخد، توصل عند رقم 89 إسراء، لكن في فاول على النادي الأهلي. اتلعب السريع طول، هجوم نادي الشمس يبدا يعد نص ملعب النادي الاهلي. تمريرات بالعرض توصل عند ملك شاهين، اكتمل نادي الشمس، تحاول تقطع لكن ترجع تاني تلمها رقم 9 ياسمين رفعت لساره، متولي بتحاول تخش تاخد فاول ساره، فاول على النادي الاهلي. والتاني الكابتن يوقف المباراة، وفي حاجة كده اعتقد كابتن بيسا اتكلمت في حاجة، عشان كده على طول كابتن تامر فكري راح لها، وقف المباراة كابتن تامر فكري، بيتكلم كابتن تحية او كابتن بيسا. يرجع تاني للمباراة، الهجمة مع نادي الشمس، تمريرات بتحاول تعدي كان مقطوعه من دفاع الاهلي، فاول تاني
على الاهلي، لسه الهجمه شمساويه، تطلع تلعب من بره سلمى شوقي، اتلعبت على طول ياسمين رفعت على الدايره سلمى، كان مقطوعه من دفاع الاهلي، تلمها ملك لكن في فاول، تبقى الهجمه اهلاويه على طول، اسراء سيد، اسراء تلعب كورتها وتطلع عند ياسمين، ياسمين وحيد، تاني الكرة بترجع ليه 89 شيماء عادل، لسه الهجمة مع دعاء، حاول تخش دعاء تاخد فيها، والدعاء وقع على الأرض، إن شاء الله تكون سليمة وتقوم وتكمل، دعاء حلمي شفنا منها تصويبتين، وهنا كابتن حمدي ناصر بيستدعي الجهاز الطبي للنادي الأهلي، وزي ما قلت لحضراتكم يمكن ترتيب الدوري العام لعموم السيدات الاهلي بتصدر وراه ثلاث انديه سبورتنج والشمس والطيران، يمكن هو ده المربع الذهبي اللي موجود النهارده في نهائي او دور قبل النهائي كاس مصر، ادي فرقتين بيلعبوا اهو قدام حضراتكم الاهلي والشمس، بعد كده في مباراه تانية هتكون تجمع ما بين سبورتنج والطيران، فايز منهم هيقابل فايز من المباراه دي ان شاء الله بكره الساعه 5:30 نهائي كاس مصر عموم السيدات. نرجع للمباراه وهجمه اهلاويه على طول، تمريرات من بره توصل لاسراء سيد، هات وخد مع ياسمين، اسراء حاول تعمل اختراقات كده، بتخش من الجناح والشوط في رميه مرمى، رميه مرمى اتنقلت الكوره للشمس، اتلعبت تحاول تعدي نص الملعب، منه ترجع عند ساره متولي، ليه حلوه قوي في العارضه تشيل، ترجع تاني لاسراء تاخد فيها، والاسراء بتحاول كده الشمس تسرع الهجمه، لسه الهجمه للشمس توصل عند منه، هات وخد منه مع ياسمين رفعت، توصل لساره، توصل في الجناح ومقطوعه كده في فاول من ملك شاهين، لسه الهجمه مع الشمس، تاني اسراء توصل ياسمين، اسراء هات وخد، تغيير في مراكز نادي الشمس، اسراء اللي بتطلب كده ياسمين من الجناح اللي هي تجيلها وتصويب، لكن تشيلها دفاع النادي الاهلي وحارس مرماه اللي موجوده دلوقتي امينه، هجمه اهلاويه على مهلها كده، بتعدي نص الملعب اسراء، اسراء توصل لرقم 10 نصره اللي بدات تنزل مع الشوط الثاني، ترجع تاني لاسراء، يعتمد على تصويبات نصره اللي معاها الكره اللي قدام حضراتكم دي، الهجمه لسه مع الاهلي، توصل لنصره عادة تصويبه، وقلت لحضراتكم تصويباتها جامده جدا، تتلعب تاني لنصره، ترجع تاني عند اسراء، هتعمل اختراق ولا ايه؟ ترجع تاني لنصره، تصويبه هايله هايله، لكن حارس المرمى تشيلها وتلعب الفاست بريك السريع لملك شاهين، اطول من اللازم، لكن تتنقل تاني الكوره الهجمه اهلاويه، نصر تقف على كورتها وتطلع للجناح اللي بتخش وتسجل، بتخش وتسجل كوره من الجناح لوب كده جميله جميله جميله، هدف ولا اروع ولا اجمل من رقم ثلاثه من جناح النادي الاهلي يارا خالد، والهجمه للشمس وعشرين الاهلي، وادي الجمهور الاهلي على طول 20-19، هجمه شمسويه، اختراقات كده من بره التسعه من ناحيه اليمين، لكن في صفاره وفاول، اتلعبت على طول سريعه ليه من عبد الوهاب لملك شاهين، تعمل اختراق وتخش، لكن رميه جزائيه، رميه جزائيه لملك، ومعاها دقيقتين على رقم ثلاثة يارا خالد من الاهلي،
يطلع يارا والرمى جزائية شوشو الوزيري وسجل شوشو الهدف ال20 عشان يبقى التعادل 20-20. الدقيقة 17 من زمن الشوط الثاني. الهجمة أهلاوية اللي بيلعب ناقص العدد على طول بتلعب الكورة إسراء إسراء بتطلع على طول عند 19 سارة الخولي وتاني سارة بتخش وتشوط لكن سيلع حارس المرمى لما دفاع نادي الشمس والهجمة للشمس لعب السريع سالمة تقف على كورتها لكن مقطوعة من دفاع الأهلي لكن تاني لسه ترجع لسالمة ورمية جزائية رمية جزائية دفاع من الداخل رمية جزائية دفاع من الداخل وعلى طول الكورة اللي بيعترض من جهاز النادي الأهلي لكن على طول كابتن تامر فكري بيقوم يهدد الناس كلها رمية جزائية رمية 7 أمتار لنادي الشمس اتغير حارس مرمى الأهلي نزلت غادة المواجهة مع شوشو الوزيري شوشو وسجل شوشو عشان يتقدم نادي الشمس فارق هدف 21 الشمس 20 للأهلي هجمة أهلاوية يلعب في نص عددي توصل الكورة عند سارة الخولي لياسمين اللي بتعمل اختراق ورمية جزائية ودقيقتين مظبوط الكلام رمية جزائية ودقيقتين إسراء معروفة باختراقاتها رمية جزائية للنادي الأهلي ودقيقتين رايحة سارة الخولي سارة والله اللي دخلت ساره سابتها لمي هشام دخلت مي وسجلت مي الهدف ال21 عشان تبقى نتيجه 21 الاهلي 21 الشمس هجمه للشمس فريقين بيلعبوا 5 افراد تاني الكره بتوصل عند رقم 9 ياسمين رفعت لشوشو الوزيري ياسمين تاني تلعب كره سريعه جدا ليه رقم 15 من عبد الوهاب في الباك اليمين كان تاخد فاول نادي الشمس تاني لمنة اكتمل النادي الاهلي شوشو الوزيري لمنة هتكمل الكرة وهترجع ولا ايه بتعمل مروحة وبتحاول تسقط عند ملك شاهين لكن تاخد فاول تاني لشوشو الوزيري لمنة على طول دفاع الاهلي عليها بيقطع بيضغط دفاع الاهلي عليها ياخد فاول تاني نادي الشمس ياسمين رفعت وشوشو الوزيري اللي بتصوب لكن خارج الملعب رميه مرمى رميه مرمى اهلاويه اتلعبت على طول سريعه تطلع تغيير في المراكز كده لاعبين النادي الاهلي وحلوه حلوه اختراق جميل كده مع لب من على الدايره بتاخد معاها رميه جزائيه رميه جزائيه للنادي الاهلي رايحه رقم 13 مي هشام مي ونزلت حارس مرمى حبيبه وليد من الشمس مي لسه مسجله رميه جزائيه وسجل رمي وسجل مي الهدف ال22 للاهلي 22 الاهلي 21 الشمس الدقيقة 21 من زمن الشوط الثاني هجمة لنادي الشمس شوشو الوزيري طلع الكورة عند ايمان محمد توصل اكتمل نادي الشمس كده توصل الكورة عند رقم 9 ياسمين رفعت مقطوعة من دفاع الاهلي وهي والجون هي والجون هي والجون والسجل وسجل هدف ولا اروع ولا اجمل من كده رقم 13 مي هشام بتخش وسجل الهدف ال23
عشان كده كابتن خالد خيري يطلب وقت مستقطع عشان ترجع النتيجه اللي بدانا بيها الشوط الاول بدانا بيها الشوط الثاني. فارق هدفين، الاهلي 23 الشمس 21. وعلى طول كابتن خالد خيري طلب وقت مستقطع. هو طبعا كان بدا ان هو يزيد زي ما قلت لحضراتكم في البدايه، لكن قدر الاهلي ان هو يرجع للمباراه سريع ويقدر ان هو يعدي ويتفوق تاني. فارق هدفين، عشان كده كابتن خالد خيري طلب الوقت المستقطع. يا ترى قال لهم ايه في الوقت المستقطع ده اللي انتهى حالا دلوقتي؟ ننزل ملعب المباراه ونتابع ونوصف. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، لقاء حصري يجمع بين الاهلي والشمس دور قبل النهائي عمومي سيدات كاس مصر. هجمه للشمس، تمريرات بعرض الملعب، تحاول تستلم شوشو الوزيري، توصل عند ملك شاهين، تصويبه في العارضه، يلمها دفاع الاهلي، يلمها على طول اسراء على مهلها خالص اسراء، ترجع ليه نصر عيد. نصره تحاول كده على مهلها خالص عند دينا اشرف، دينا توصل لدعاء الكوره، ومن الجناح بتخترق لكن تاخد رمي الجانب لنادي الشمس. اتلعبت على طول، هات وخد عند نص الملعب، تقف بكورتها من عبد الوهاب، بترجع الكره تاني عند ياسمين رفعت، توصل لملك شاهين، لمنا لياسمين، لساره متولي، في فاول رميه حره، و على طول كده بيصفر كابتن بلتاجي حكم لقاء كابتن حمدي ناصر. لسه الهجمه لنادي الشمس بتطلع على طول، والله نصر عيد دفاع قوي، بترجع الكره تاني لساره متولي اللي بتحاول تعمل تسقيط على الدايره لكن معقوله عليها لعيب النادي الاهلي في الدفاع مقفلين كويس. تنقل الكره عند منى عبد الوهاب، هتاخد مقطوعه من نجمه النادي الاهلي، واختراق كولي وتسجل. قلت لحضراتكم اسراء سيد، كلمه السر في النادي الاهلي، كلمه السر في النادي الاهلي اسراء سيد، بتقطع وتعمل كده دريبل بطول الملعب وتخش وتسجل الهدف ال 24 عشان يرجع السكور فرق 3 اهداف للنادي الاهلي 24 21. تاني الشمس بتبدا تعمل مروحه وتحاول تعدي، في فاول وفي دقيقتين على لعيبه النادي الاهلي لكن ملعوبه الكوره للاهلي. على طول 22 24، يرجع الفارق تاني هدفين. نصر عيد، نصره ليه اسراء سيد، على طول تطلع الكوره عند ساره الخولي، لاسراء لنصره لاسراء لنصره اللي هتشوف ولا ايه. رجع الكوره الثانيه من شارع حارس مرمى، حارس مرمى نادي الشمس. تنسيم جمال اللي في الملعب دلوقتي، تنسيم حارس مرمى منتخبنا القومي. كانت الكوره بتتلعب ليه شوشو الوزير اللي كان مقطوعه والله من ساره الخولي، تبقى رامي الجانب لنادي الشمس. اتلعبت الكوره عند ساره متولي، بتحاول تاخد كوره واقعه وتاني الكوره على الدايره بس قطع حلوه في شارع حارس مرمى النادي الاهلي. توصل الكوره عند نصر عيد اللي بتقف بكورتها على مهلها خالص، يبدا الهجوم المنظم للنادي الاهلي تاني، واختراق طول زي ما اتعودنا منها. اسراء سيد، اسراء لنصر عيد، اسراء تحاول تعدل لنصر ما تستلمش لكن مقطوعه لسه، تيجي كده في دفاع للشمس ويلمها، تبقى الهجمه نادي الشمس لكن مقطوعه تاني من الاهلي وعلى الدايره. في فاول وفي دقيقتين، بفاول ودقيقتين على رقم 62 من نادي الشمس
حبيب عبد المقصود، وفاول للنادي الاهلي، فاول للاهلي. لسه الكرة ما اتلعبتش، الكابتن خالد خير عمال يعترض طبعا على الوقت في صفارة كده من الترابيزة. وقف الملعب هنشوف فيه ايه. كابتن تامر فكري بيتكلم مع بدلاء النادي الاهلي، وهنا بيعترضوا كابتن راغب وكابتن خالد خيري ان الملعب كان ماشي، اللعب ما وقفش، لسه الملعب واقف زي ما قلت لحضراتكم. بنلعب في الدقيقة ال25 من زمن الشوط الثاني بفارق هدفين، يعني لسه المباراة في الملعب كبيرة. لسه كده في اعتراضات من جهاز فني نادي الشمس. لسه الملعب ما بدأش، نلعب تاني، نرجع لملعب المباراة. وهجمة أهلاوية على طول، إسراء سيد، هاتوا خد مع رقم 89 شيماء عماد لتصويبة من ناصر عيد، لكن هجوم مضاد على طول عند ملك شاهين، وتسجل ملك، وتسجل ملك شاهين. فاست بريك بتاخده ملك وتسجل ملك شاهين الهدف ال 23 23 للشمس، 24 للاهلي. هجمه اهلاويه، اسراء سيد، اسراء ليه نصره، وتصويبه ولا اروع ولا اجمل من شيماء عادل. الهدف ال 25 للاهلي، 25 للاهلي، 23 الشمس، والهجمه لسه مع نادي الشمس. ملك شاهين تطلع الكورة عند منة عبد الوهاب لسارة متولي، سارة لمنة، هات وخد، توصل تاني عند سارة متولي لمنة عبد الوهاب، تغيير في مراكز نادي الشمس. سارة لمنة تغير الكورة عند ياسمين، بتحاول تخش من الجناح ورمية مرمى الأهلي اتلعبت على طول. إسراء سيد على مهلها، اسراء هي اللي ماسكه ملعب النادي الاهلي دلوقتي كصانع العاب. اسراء هات وخد مع نصره، لاسراء لنصره، تاني لاسراء، هات وخد لنصره، بتصعد للجناح، بتحاول تعدي لكن وقعت كوره كده ودست على الخط، تبقى الهجمه لنادي الشمس. حاول تطلع سريعه، عدت نص الملعب، تاني الكورة لسه مع سارة متولي، بتقعد فيها والسارة ترجع الكورة عند ياسمين في النص، وسارة متولي اللي بتحاول تطلع لمنة لكن دفاع الأهلي بيمنع. لسه الهجمة للشمس، اتلعبت الكورة على طول منة لسارة لياسمين لسارة متولي، على طول بيقابلها دفاع جامد من النادي الاهلي. لسه الهجمه مع نادي الشمس، مباراه تاني بتلعب ياسمين رفعت لساره متولي، ياسمين لمنة، تاخد فاول منة، وداخلين على الدقايق الحرجه، نلعب في بدايه الدقيقه ال 27 ولسه الهجم مع نادي الشمس، وإشارة اللعب السلبي، وتصويبة تشيل حارس مرمى النادي الأهلي، تلمها الدفاع الأهلي وعلى مهله خالص. إسراء سيد، إسراء لدينا أشرف، إسراء تاني، على طول تنزل شيماء، شيماء عادل لإسراء اللي بتحاول تعمل اختراق، وتسقط كده للجناح وتخش وتسجل، وتسجل من الجناح، برافو. الهدف 26 عشان تصعب المهمة على نادي الشمس، ترجع تاني الكورة مع
عصاره متولي بتحاول تخش تاخد فيها الصاره، معاها دقيقتين على لعيبه النادي الاهلي. دينا اشرف كده، دينا مش هتكمل، بنلعب في الدقيقه 28 و3 ثواني، فارق 3 اهداف للاهلي. تاني منا تحاول تطلع لساره، ساره للشوش الوزيري، لساره تاني لمنا على الدايره بتسقط، لكن ياخدها دفاع الاهلي وعلى مهله خالص، توصل لنصر عيد. نصر عدت نص الملعب بدريبل، وقفت على كورتها، يبدا بقى كابتن ياسر يتحكم في الدقيقتين اللي فاضلين او الدقيقه النص ودقيقه ونص، وتسجل على طول، وتخش ساره الخولي وتسجل هدف ال 27. عشان كده يعني تحط رجليها في المربع الذهبي كده الاهلي، يعني اقل من دقيقه، ونبارك له ونقول له مبروك على التاهل للنهائي، نهائي كاس مصر للمره الثانيه على التوالي. هو اللي حاصل على كاس مصر الموسم الماضي، وهو بطل الدوري حتى الان. والهجمه النادي الشمس على طول، الكوره الشوش الوزيري ليه ياسمين، تصويبه لكن حارس الاهلي تمنع، والهجمه اهلاويه وفاست بريك سريعه جدا، وبتاخدها وين حارس المرمى، بتشيلها حارس المرمى تنسين جمال، وكره بدون عنوان كده. الكل طبعا شايف النتيجه، فرق 4 اهداف، والكره بتتقطع من نادي الشمس، لكن ترجع تاني للاهلي، هي بتحاول تخش تشيلها ولا تنسيم، ترجع تاني لساره الخولي، وعلى الدايره بتحاول تخش وتسجل اسراء سيد الهدف ال 28 28 23. الكره لسه مع الشمس وبالشوط، وينتهي اللقاء مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الاهلي، بفوز ولا اروع ولا اجمل من كده للنادي الاهلي، 28 23 الشمس. هارد لك من نادي الشمس، الف مليون مبروك للنادي الاهلي، عشان بكره يكون في النهائي كطرف اول، ويستنى اللقاء القادم ما بين سبورتنج والطيران، عشان يشوف مين هيقابله بكره في النهائي ان شاء الله. النادي الاهلي الساعه 5:30. مشاهدينا الكرام، مشاهدي النادي الاهلي في كل مكان، سعدت بصحبتكم، كان معكم معلقكم الرياضي مجدي حطب. الان نطير الى قناه الاهلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الأهلي أعظم نادي في الكون.